الأسابيع بتجري في الصوم الكبير. الأسبوع الأولاني كان أسبوع الاستعداد، والأسبوع الثاني كان إيه؟ الحد الأولاني، آسف. الحد الأولاني كان الحد كان بتاع الاستعداد، أبانا الذي في السماوات، والإيه؟ وبعد كده الحد اللي بعده كان الكنوز، والنهارده الحد الإيه؟ الثاني في الصوم، الثاني في الصوم، ده الثاني في الصوم، الثاني في الصوم اللي هو إيه؟ التجربة. الحد الثاني لإيه؟ التجربة. الحقيقة بنقف عند التجربة كده نقول ليه يا رب بس، ونلاقي في أولها كده المسيح بعد المعمودية على طول يقول أصعد أو إيه أو صعد للبرية أو أقتيد بالروح إلى البرية ليجرب إبليس. ليه يا رب؟ ده احنا بنصلي دايما نقول له يا رب إيه، مش عايزين ندخل في التجارب. ليه البرية وإيه البرية ديت؟ ليه البرية وإيه البرية دي؟ عارفين البرية يعني إيه؟ برية يعني لا فيها مية ولا فيها فيهاش راحة، فيها خيمة، فيها خيمة، ما فيهاش الرفاهية، برية ما فيهاش جناين، ما فيهاش زرع، ما فيهاش. فليه البرية وليه ربنا يسمح بالبرية؟ الحقيقة البرية دي يعني لما تاخدوا بالكم كان لازم يعدوا عليها علشان يدخلوا أرض كنعان. كان من السهل إن ربنا يعديهم من عند طريق العريش كده ويطلعوا فوق في 10 أيام يعدوا. قال لا، بس ما ينفعش. كام يوم كده قولوا بلاش 10 أيام، قولوا أكتر شوية، عدوا ويروحوا فلسطين وخلصنا على كده. لازم كانوا يعدوا إيه؟ على البرية. حتى هو قال لهم انزلوا من عند فم الحيروس وينزلوا على الخليج بتاع السويس كده، وبعدين هيعملوا ايه؟ يعدوا يدخلوا في قلب سينا، دخلوا في البرية. وموضوع البرية ده حتى من بدري كان كل ما موسى يروح لفرعون يقول له اطلق شعب عشان يعبدوني فين؟ في البرية. البرية يعبدوني فين؟ في البرية. يبقى العبادة فين؟ في البرية. ايه البرية دي؟ هي لو جيتوا في تشوفوا كده في سفر الجامعة، في الجامعة يقول كلام زي كده، يقول تلاقوا يقول مثلا في جامعة ثلاثة، يقول لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت، للولادة وقت بس مش يسكت عند الولادة ويرجع يقول وللموت برضو وقت، للغرس وقت ويرجع يقول تاني للإيه؟ للقلع وقت، للقتل وقت وللايه؟ وللشفاء وقت، للهدم وقت، وللبناء وقت، للبكاء وقت، وللضحك وقت، للنوح وقت، والرأس وقت، لتفريق الحجارة وقت، والانفصال على الايه؟ ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت، وللانفصال عن المعانقة وقت، للكسب وقت، وللخسارة وقت. ليه يا رب تسمح؟ ما كفاية وقت واحد بس، البناء والايه؟ والغرس والشفاء، ويا رب للضحك يبقى الدنيا ضحك كلها. ليه يا رب تسمح كده؟ هي دي البرية. يبقى البرية عبارة عن ايه؟ الوقت اللي ايه؟ الوقت اللي ايه؟ اللي شوية كده، الوقت اللي فيه تعب، الوقت اللي هو مش مريح. الوقت ده مهم؟ مهم يجي علينا اوقات كده؟ بيقول الروح خده اصعده للبرية، يعني كان لازم يعدي ده من عند ربنا، انه كان لازم يعدي، دي مشيئة الله انه لازم يعدي في الوقت دوت. ليه؟ ليه يا ربي مشيئتك ان انا اعدي في اوقات صعبة؟ ليه مشيئتك ان انا اعدي في ضيقة مالية؟ ليه مشيئتك اعدي في ضيقة صحية؟ جيلي حبة مرض تعب. ليه يا رب؟ ما اقدرش اعدي ديت، ما اقدرش زي بتوع الكمبيوتر ما بيقولوا كده اعمل شورت كات كده وايه؟ وابعد عن ديت وما اعديش عليها، لك لا لازم تعدي في ديت. ليه يا رب يعدي عليا وقت في حزن؟ ليه يا رب يعدي عليا في وقت اكون متضايق انهم ما ادونيش كرامتي، يكونوا اهانوني؟ ليه يا رب؟ ليه يا رب ده كله؟ تسمح بليه ده كله؟ بيسمح ولا لا؟ حد في حياتنا، في حد في حياته مش ما عداش بحاجه زي كده؟ لو ما عداش يبقى لازم يتاكد ان هيجي وقت زي كده.
بعد خدمتي بحبة كان في مشاكل، وكنت متضايق هنا في حبة مشاكل كده مضايقاني، وكان موجود أبونا توماس اللي إيه أبونا إبرام آسف الصمويل اللي هو ربيت الدير إيه الأنبا توماس. وبعدين أنا عارف إن الراجل قالوا ده على رتبة سياحة وده راجل عظيم قوي، فقربت مني كده قلت له أبونا اللي خليك صلي لي أحسن عندي مشاكل. فقال لي يكون معاك ومعايا. أنا ما عجبنيش الكلام، عايز أدردش معاه أكتر. فقلت له دي المشاكل كتيرة قوي. راح صغير لي زغرة كده قال لي ما هي دي اللي هتوصلنا، هي دي اللي هت إيه اللي هتوصلنا. يبقى في أي الوقت الضيق اللي بيعدي علينا ده، ده وقت العبادة، ده وقت الاتصال بربنا، ده وقت الخبرة، ده وقت النصرة. هو ده الوقت اللي ربنا بيسمح فيه ان احنا ايه نتعلم حاجات جديدة ونقرب منه اكتر ونعرفه اكتر. هنعرفه في البرية، وقت الرخاء، وقت الدلع للأسف ما بنعرفوش. عشان كده في سفر التثنية يقول لهم اوعى تشبع، ولما تشبع تعمل ايه؟ تنسى الرب الهك. لما تشبع كده تاكل وتشبع وتلاقي الخير كتير تعمل ايه؟ تنسى الرب ايه الهك. لكن في الوقت الضيق بص تلاقي الانسان ابتدى يرفع نظره ويقول يا رب ماليش غيرك. لا عرفت انك مالكش غيره. اصل ابونا ادم فوق كان فكر نفسه ان له نفسه كده تقدر يعمل حاجات كتير، لكن لما لما الضيق جه عليه ونزل ابتدى يطلب الرب ويطلب الخلاص بتاعه هو ولاده. فاحنا لما بيعدي علينا اوقات صعبة شوية نعرف ان ملناش غيره، نعتبر، نعرف تفاهة الدنيا ديت، نمسك فيه، دي فرصة حلوة. يقول اطلبني او ادعوني وقت الضيق انقذك في تمجدني. مش وقت الضيق بس، وقت المرض الشديد، في كل وقت، في كل دقيقة، في كل حاجة طول النهار، ما فيش لا بعد ولا قبله. لما طلعوا في البرية جه عليهم اوقات ما فيش مية. طب يا رب ما انت طالع معاهم بعمود سحاب بالليل بالنهار وبعمود نور يعني انت في وسطهم، يعني لازم يحتاجوا المية وبعدين تجيب لهم المية، ما انت تديهم المية على طول. عايزهم يلجأوا له. انا معاهم بس بسمح باوقات ضيقة عشان علاقتهم بي، اصل دول بشر، والبشر دول لما بيلاقوها مريحة كده بيعملوا بينسوني ويريحوا خالص، بينسوني ويريحوا خالص. فبيبقوا يقولك لا احنا كده حلوين كده مش عايزين منه حاجة، مش عايزين منه حاجة. فالانسان مفروض ينتبه ان به نحيا وبه نوجد وبه كل حاجة، عايشين بيه وموجودين بيه وبنحيا بيه وبنخلص بيه. دي نقطة الأولانية في البرية. يبقى البرية عشان نلجأ له. في آية كده في سفر نشيد الأنشاد يقول على من هذه الطالعة منين؟ الطالعة منين؟ من البرية. ومن هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر وكل أزرة التاجر. وبعد شوية يقول ان عليها ان هي في نفس الاصحاح يقول عليها ان هي مستندة على ذراع حبيبها او عريسها. يعني احنا نكتشف الحبيب ومحبته في وقت الشدة، بنشوف ربنا اكتر، نكتشف حنيته ونكتشف وجوده معانا، ونكتشف ان هو اللي ابقى لينا. ابي وامي قد تركاني اما الرب دي حقيقة، حقيقة فعلا. الخطوبة في البرية، رب ده المكان ده يبقى فيه عريس وعروسة. قال هو المكان ده العروس بتحس بيا ومحبتي ليها. فلو جات عليك دقيقة اعرف انك ان انت محتاجه، وقول له ربي ماليش غيرك، يكفيني انت في البرية، يكفيني انت تخلي البرية تبقى الصخرة تطلع مية.
واكل منين؟ دول ده انت تنزل لي من السما من وتجيب لي تاكل اللي انا عايزه، اكلهم سلوى لمده شهر. فاذا في البريه الله يغنيني، وهو بدل ايه الخيرات الارضيه، عايزين هم ياكلوا سمك وبطيخ وكرات ويقعدوا مع مين؟ مع فرعون، في حضن فرعون. طب وفرعون هينفعكم؟ ده فرعون مستعبدكم بعبودية مرة. اللي عايز يريح وعايز يفضل ايه بعيد عن ربنا، اوعى تفكر انك هتبعد عن ربنا وتريح، لا مش هتريح، ده انت هتبقى في حضن الشيطان اللي اتقال عنه من البدء كان قتالا للايه؟ للناس. ما انتش عايز تصلي ولا تتعب ولا عايز مشاكل، وعايز ايه؟ رفاهية وكده الواحد يعيش كده في تبات ونبات، بس في المكان ده مش موجود ربنا. في المكان ده في وسط دي مش هتلاقي ربنا، هتلاقي الجسد بتاعك شدك لايه؟ لتحت، شدك قوي لتحت، لانه بيقول اهتمام الجسد عدو لله، اهتمام الجسد ايه؟ عدو. احنا روحيين لو اتشدينا بالجسد لتحت هي ايه اللي هيحصل؟ هتبص تلاقوا ايه؟ هتلاقونا بقينا بعواد عن ربنا. عشان كده يجي ساعات المتجوزين جديد يقول لك مش سنه ما نصومش، سنه ما تصوموش، ده انتوا لو ما صمتوش سنه مش هتصوموا طول عمركم بعد كده. انتوا متجوزين عشان تسيبوا ربنا ولا عشان تجاهدوا مع ربنا؟ ها؟ ساعات ينصحوا الاهالي كده، ينصحوا اولادهم، لا لا اول سنه ما في الصيام، في الصيام ازاي؟ كل ما الواحد يدلع نفسه كل ما الواحد ايه؟ يضيع، يضيع. اللي يدلع نفسه يحصل له ايه؟ يضيع، ما لقيش ربنا، يلاقي نفسه في حضن مين؟ في حضن الشيطان على طول. وحضن الشيطان ده ما بيرحمش، من البدء كان قتالا للايه؟ للناس. فعشان كده لازم نخرج في البرية، هنقابل المسيح ونتمتع بيه، وتبقى البرية مكان جميل جدا. ايه اللي طلع الاباء الرهبان دول كلهم؟ مصر معروفة بالرهبنة وبالبرية، واللي طلعوا البرية، طلعوا البرية باعداد عجيبة. في القرن الرابع طلع اعداد عجيبة جدا في البرية. طلعوا ليه دول؟ ايه اللي طلعهم دول كلهم؟ اصله لقوا العريس الحبيب فين؟ في البرية. لقوا السلام، لقوا الفرح، لقوا الحياة المقدسة، كانوا عايشين البرية بقى السماء. فبرد اللي هيطلع للبرية وهيمسك في ربنا ويمسك في الصلوات ومش متزمر من الصوم ومش متزمر من ده كله، وحاسس انه ايه؟ انه معاه ربنا، هيتمتع في البرية بمين؟ بالعجيب، بالعريس العجيب. يقول عرفته، عرفته، لما عرفته بتقول امسكته ولم ايه؟ ارخيه. في الاول عروس النشيد اتدلعت حبتين، كان العريس عمال بايه يخبط على ايه؟ على بابها، وقالت له بقى انا يعني خلاص بقى نمت، ويعني مش خلاص بعد علينا وقت تاني، مش عايزاه دلوقتي، مشي يا عريس. فمشي وتحول عنها، وبعدين اتبهدلت، حست مفيش حد يحن علي ولا علي عريس زي مين؟ زي المسيح اللي واخد عريسه العالم والشيطان وبياخد من ايده، هيتعب جدا جدا جدا. العالم يمضي وشهوته معاه وكل ما فيه، مفيش غير العريس الحقيقي اللي هو مين؟ المسيح. بعد شويه حست بالضيق والتعب. ليه؟ لان لا سلام قال الهي للايه؟ لاشر. ليتك اصغيت الوصاياي لكان كنهر سلامك. ليتك أصغيت الإيه؟ لوصاياي لكان كنهر سلامك. سلام وفرح ومحبة عظيم، عجيبة الحياة مع ربنا. فابتدت تجري وتدور عليه. نقطة تانية عايزين نتكلم عليها في البرية، البرية فيها الحرب زي ما قلنا من شوية، فيها حرب. الشيطان يجي في البرية، وقت البرية أكتر خبطات يخبطها لينا الشيطان وإحنا فين؟ في البرية. هو يعني نطلع البرية عشان نقابل العريس والشيطان يسكت؟ لازم هيخبط ايه فينا في البرية. فايه؟ الشيطان يبتدي يخبط فينا، يقول لك ده سابك، ده تركك،
فين ده بقى ربنا معاك؟ عشان كده تلاقوا بني اسرائيل الشيطان كان يسيرهم دايما على ربنا، احيانا كانوا يزمروا على ربنا. فساعات الناس تتزمر، ليه يا رب ما فلان ده ما هو ماشي غلط وبراحته كويس، وليه يا رب ما تدينيش كذا. ساعات احنا بنعمل زيهم ونتزمر، كل اللي عايزينه عايزين سمك بتاع مصر اللي ببلاش، وقدور لحمة ناكل لحمة، وعايزين البصل، وعايزين الكرات والبطيخ. الناس عايزة كده، الناس عايزة كده. فالناس متزمرة على ربنا، ليه يا رب ليه يا رب؟ مين اللي بيسير الناس ويخليهم متزمرين؟ شيطان بيسيرنا. دي الحرب بقى، حرب بيننا وبين عادي. لا اللي متألم ولا اللي عنده مرض يقول له كنت ليه المرض؟ هو بيحبك ما بيحبكش بدليل ان جاب لك المرض؟ لا بيحبني. طب ليه سمح بكده؟ عشان انتصر. عشان ايه؟ يبقى البرية بيقابلنا ايه؟ النصرة. وعشان اتعلم حاجات حلوة واتزين، من هذه الطالعة من البرية؟ مزينة معطرة. ما بنتعلمش الشكر غير وقت المرض صدقوني، وما بنتعلمش الصلاة غير يمكن وقت التعب وقت الشدة، وما بنتعلمش نقدر الدنيا ونقدر اخواتنا التعبانين ونحس بيهم غير وقت الايه؟ الوقت اللي ضيق. والانسان يمكن حاجات كتيرة جدا مش بنتعلمها غير فين؟ في وقت البرية، عشان نتزين وعشان ننتصر. وما تخافش هتنتصر، هتنتصر بعدين. انت ايه؟ مستند على ايه؟ ذراع العريس، ومعاك الايه؟ العريس. من اجمل ايه جميله جدا يقول ان الروح اللي اصعده، يعني الروح هيبقى معايا. خلي بالكم كلمه اصعده دي، هو خرج غالبا ولكي ايه؟ وانا كمان في البريه لما يبقى معايا لازم هغلب. لما بعدي بالاوقات الصعبه ده ويفضل يبقى معايا هغلب وهنتصر وهتحمل بسمار جميلة جدا، واروح السماء يبقى لي قيمة في السماء، يبقى لي قيمة في السماء. ايه يا عم بنطونيوس اللي خليك تروح الصحراء وتقعد هناك؟ عم بنطونيوس يتحمل بسمار عظيمة جدا للسماء، راح ومعاه بركات. راح بقى ده الأنبا أنطونيوس العظيم اللي له فضائل، والأنبا بولا العظيم راح بحاجات عظيمة جدا، حاجات عظيمة جدا جدا جدا، راح بقيمة عظيمة في السماء. في ناس هتروح السماء بعيد عنكم، مش معروفة ولا لها قيمة ونكرة، يقولوا ما نعرفكمش. وناس غلابة ممكن يروحوا كل جهاتهم ما يسويش حاجة، يكونوا تابوا على آخر وقت وخلاص انتهينا. وناس هتروح بمجد إيه؟ بمجد عظيم. فإذا في البرية وفي وسط الإيه؟ قدامنا فرصة للجهاد وللإيه؟ وللانتصار وللغلبة وللمجد، عشان لما نطلع فوق في السماء يبقى إيه؟ يبقى إحنا في مجد عظيم. لما تيجي دقيقة أو شدة بلاش همنا كله، نبعت مليون ورقة على المذبح ونروح ندور على الناس بتوع ربنا اللي في كل مكان في مصر عشان الدقيقة تتشال. أنا بقولش ما نصليش عشان الدقيقة تتشال، بقول نصلي بس مش ده الهم الإيه؟ الأساسي. مش المسيح صلى وقال إن أردت أن إيه؟ تعبر عني الكأس، ولكن لتكن لا إيه؟ بل مشيئتك. أصلى أهو، بس في نفس الوقت لينا هم تاني غير دوت. همنا إيه؟ نطلع إيه؟ منتصرين، نطلع محملين بنعم وبركات. نقول له يا رب مش عايزين في التجربة نزحزح عنك، وعايزين نطلع ثابتين وماسكين فيك. التجربة ما تضعفنيش وتخلي علاقتي فيك تقل، لا، دي التجربة تطلعني عارفك أو عارفاك أكتر، وأشوفك في وسط التجربة وأشوف نعمتك. زي التجربة ما عدت على الثلاث فتية القديسين في وسط أطون النار، عملت فيهم إيه؟ حلت بس القيود بتاعتهم وأطون النار. صحيح ما طلعوش من أطون النار غير لما الملك قال لهم بعد كده، ونزلوا في أطون النار، لكن التجربة ما أذتهمش، حولت لبركة ليهم وغلبة ونصرة. فاحنا في التجربة مش كل همنا يا رب شيل المرض، يا رب شيل المشكلة، يا رب القضية، يا رب يا رب يا رب يا رب طول النهار طول النهار، ما فيش غير دي. لا، يا رب سندني عشان ما ايه؟ ما ضعفش. يا رب علمني من خلال الدقيقة ديت،
يا رب انا هفضل ماسك فيك او ماسكه فيك في الكتاب المقدس، تعزيني في وسط التجربه، عزيني يا رب حتى لو ما سمحتش ان اتشال. يا رب لتكن مشيئتك، انت تقدر تشيلها بس لتكن ايه؟ مشيئتك، لتكن ارادتك. هصلي واحط ورق على المسبح بس مش طول النهار بعيط عشان يا ربنا يشيل المشكله، وبتذمر واقول له ليه كده اهوت وليه تسمح بكده، بقى الانسان مش واخد باله من ايه؟ ان دي في سكه نصره وغلبه لازم ايه؟ امسك فيه عشان اغلب وايه؟ وانتصر. في البريه بيبان المعدن بتاعي وحب ربنا. قديس موسى الاسود مر عليه وقت صعب بعد ما تاب وبقى انسان عظيم جدا، قالوا له تعالى احنا ايه؟ هيرسموه كاهن. وبعد ما جم يرسموه كاهن بصوا له كده، بصوا له امشي يا اسود، انت جاي هنا اهوت، امشي بره، اطردوا بره. وبعد لما اطرد بره ايه اللي حصل؟ قال انا ما استحقش فعلا، وشكر ربنا على كده. بس بعد شويه نادوه قالوا له ده انت ابيض كلك، انت ايه؟ ابيض كلك. التجربه اظهرت تمسكه بمين؟ بربنا. يبقى لو اتمسكت في التجربه بربنا هنتصر وهاخد المجد. لكن لو انا ايه؟ في التجربه وفي وسط الشدائد وسط الضيقات سبت ربنا خالص، هغلب ازاي وانتصر ازاي؟ عايز اتمجد في التجربه. يبقى لما عشان كده القديسين لما كانت تيجي عليهم تجربه يقول لك ربنا فاكرني بحاجه حلوه لايه؟ لمين دول؟ نشكر ربنا ونمسك فيه ونقول يا رب نطلع ببركات من هذه التجربه. هنتقابل مع المسيح فوق في السماء. خلي بالكم احنا بنتكلم عن مثل وزنات، نقول وزنات دايما نتكلم ان الوزنات دي عباره عن ايه؟ يا اما ربنا اداني مال، يا اما اداني عيال، يا اما اداني ذكاء، حاجات كويسه. ليه ما تكونش من ضمن الوزنات ربنا سمح بمرض عشان عايزني استثمر ويبقى بركه ايه؟ ليا المرض ده. او يمكن سمح ان انا ما اكونش غني قوي، او يمكن سمح بمشكله متضايق في شغلي، او سمح ان الناس يهنوني عشان اطلع ببركه منين؟ من الايه؟ من التجربه دي. فاذا التجربه ساعات بتبقى وزنه من الوزنات. كل حاجه تيجي عليا مفروض ان انا ايه؟ انها وزنه. لو جالي ربنا اداني كتير اشكره واقول له دي لحسابك، ولو جت مشكلة أقول له برضو دي الإيه؟ لحسابك. عشان كده كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الرب. جات أيام ضيقة معلش لحسابك، وجات أيام واسعة هطلع برضو فيها ممجد بنعمتك. بدل أنا ماسك فيك أنا منتصر منتصر. يبقى الإيه؟ البرية. ها البرية أقابل فيها المسيح. البرية مكان العبادة. البرية انتصر فيها. البرية رفقة وصحبة مع مين؟ ربنا. ونهايتها ايه البرية؟ نهايتها نعدي الاردن وندخل كنعان الايه؟ السماء. والارض احنا بتوع ارض، احنا ارض ايه؟ ما احنا عرفناها وخلاص، دي كلها اتعاب وايه؟ واوجاع. احنا مش بتوع الارض، احنا بتوع اصعدة. اصعدا الى الايه؟ خلي بالك اصعد دي جايه ايه؟ كلمه تفكرنا بالصعود. اصعدا، احنا بتوع الصعود عشان نصعد معاه ونبقى معاه فوق فين؟ في السماء. ما احناش بتوع الارض، احنا من هذه الطالعه من البريه؟ كاعمده الدخان طالعه فين؟ معطره بايه؟ بكل ازره التاجر واللبان طالعه لفوق. احنا طالعين لفوق، ما احناش ايه؟ احناش قاعدين في الارض علشان ايه؟ لا ناكل ولا نشرب. نشكر ربنا ان ربنا سمح ان احنا نيجي في البريه علشان نعرف ان ايه؟ الارض بتاعتنا دي ما تسويش حاجه، ونتعلم حبه. العيل الصغير فالواد متمتع كده ومتهني بابوه وامه، فجاه ياخدوه يودوه الحضانه، والواد يقعد يعيط ليه؟ يقول له حبيبي ما انتش فاهم دلوقتي لكن هتفهم بعدين، عايزينك عظيم بعدين. لو الاب والام بقى حنينين قوي 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 وقالوا لا اقعد جنبنا على طول، الواد يقول لهم ايه بعد شويه؟ يقول لهم الله يسامحكم طلعتوني ايه؟ دلعتوني 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 لما ضعت. ربنا الحنين عارف سكه ايه؟ خلاصنا واخدنا بيه
ومعاه عشان ايه يخلصنا ويدينا النصرة والخلاص والمجد الأبدي. نشكر ربنا يسوع اللي صعد قبلينا فين؟ في البرية، عشان ايه لما نقول له يا رب يقولك ما انا صعدت قبليك ومعاك اهو، ده انا معاك، خدت جسدك وغلبت لحسابك وهغلب لك انت كمان، بس تعال معايا تعال معايا. واحد يتخلف يقول له لا روح انت البرية، انا بايه ماليش دعوة بيك، ها انا معاك يا رب فين؟ في البرية، انا معاك يا رب في البرية. لان اتقال في سفر الرؤيا عن المرأة اللي ايه اعطيت جناحي النسر العظيم لموضع عشان تعال فيه في البرية من وجه الايه الحية او التنين بعد عنكم زمان وزمانين وايه ونص. ربنا يدينا كلنا ان احنا بقى لنا نصيب مع المسيح في البرية. لإلهنا كل مجد وكرامة الان لأبد الأبد كلها. إن صوفيا سيبروس خمين كريا ليسون خين أوم اسمين.